الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله، خاتم الانبياء والمرسلين. معاشر الاخوة الاعزاء، اسمعوا الى هذا البيان الرباني، اسمعوه جيدا واعلموا انه صادق وواقعي ويقيني. قال تبارك اسمه: ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض، ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون. قرات خبرين وعقدت مقارنه بينهما وخرجت بعد المقارنة بئسا يسيل له الكبد مرارا. الخبر الاول في مصر، اسمعوه: احد المواطنين المسلمين الذين يعملون في شركة دناكليز حصل على شهادة الدكتوراه. قلت: لعله خير، لعلها دكتوراه في الذرة او الرياضيات، لعلها دكتوراه في النظم الاجتماعية في الاسلام، لعلها دكتوراه في علم المتفجرات، لعلها دكتوراه لدواء لمرض خبيث. ولكن خاب الظن عندما علمت انها دكتوراه في صناعة الخمر. في صناعة الخمر دكتوراه، ويحمل اسم محمد الدكتور الذي نال رسالة الدكتوراه في صناعة الخمر، يحمل اسم محمد. لو ان رسول الله بعث الان بينما ما تعرف علينا دكتوراه يا رسول الله في صناعة الخمر، صناعة الخمر التي قال الله تبارك وتعالى في شأنها: فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وكلمة اجتنبوه اشد في التحريم من كلمة حرمت، لان التحريم معناه الامتناع عن التعاطي، اما اجتنبوه فانها تفيد اجتناب المكان الذي فيه